أخبار اليوم. أنا بس هاخد من المسلسل الجميل جدا اللي عاملاه الأستاذ أمين، وأعتقد إن هو مستمر رمضان الجاي إن شاء الله. هي بس الزوجة مفلوسة، بس الزوج برضه مفلوس ومتبهدل وطلعان ميتين يعني مع وأكتر كمان الأولاد متبهدلين ما بين الزوج المفلوس والزوجة المفلوسة. ياخد الراجل المصور تعبان من المفلوس راخر زينا. أنا بس أتمنى إنه زي ما بنبص للزوج على إنها متبهدلة، خلونا بس بجد نبص للزوج وما تحسوش إن أنتم مضطهدات. والله إحنا مضطهدين برضو زينا زيكم كده، وفي ومش شرط مضطهدات في البيت يعني، أو مضطهدين في البيت، إحنا برضو مضطهدين في الشغل، وفي برضو بيعملوا خوازيق زي ما بنقول بالبلدي كده، وبيعملوا لنا بعض الحاجات النفسية. أنا بتكلم على زميلات يعني.